السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة للجميع. في هذا الفيديو إن شاء الله سأقدم بعض الشروحات حول الفيروس التاجي أو السارس كوفي 2 المسبب لمرض الكوفيد 19، معلومات حول شكله وكيف يتكاثر في الجسم وكيف يدخل إلى الخلية وكيف يستجيب الجسم يعني مناعيا وتكون ضده مناعة، ثم أقدم بعض الاستراتيجيات المتبعة لإنتاج اللقاحات ضد هذا الفيروس. بداية مثل ما قلت في هذا الفيديو سأقدم شروحات حول شكل وكيفية تكاثر هذا الفيروس، ثم كيف يتم إنتاج مناعة ضده من طرف الجسم طبيعيا بالطبع، ثم أقدم بعض الاستراتيجيات المتبعة لإنتاج اللقاحات الموجودة حاليا، ثم خلاصة في الأخير. بداية، ما هو شكل الفيروس التاجي وكيف يتكاثر في الجسم؟ مثل ما ترون هنا في هذا الشكل المأخوذ من يعني الورقة العلمية The Molecular Biology of Coronavirus المنشور في Advances in Virus Research. هذا هو شكل يعني الفيروس التاجي. يوجد بنيتين أساسيتين يعني مهمتين في هذا الفيروس، ألا وهما أولا المادة الوراثية المكونة من الـ RNA مثل ما ترون، خيط مكون من مجموعة يعني بيس أزوتيك مكونة أو تحتوي على المادة الوراثية المسؤولة عن إنتاج البروتينات الفيروسية. مثل ما تلاحظون هنا لدينا الأنفلوب الفيروسي عبارة عن فوسفوليبيدات، لدينا سبايك اس بروتين وهو أهم بروتين في هذا الفيروس لأنه من خلاله يتم دخوله إلى الخلية، لدينا بروتينات أخرى مثل الممبران ام بروتين، بروتينات يعني للغشاء الهيولي، لدينا الأنفلوب بروتين مثل ما ذكرت والليبيد بيلاير أنفلوب، كل هذه بروتينات مكونة ولدينا نيوكليوكابسيد أند بروتين التي يعني تكون يعني أونتوري ولا حول الأرنب. هذا بالنسبة لشكل الفيروس وقطره تقريبا 100 نانومتر أي حوالي 10^9 متر أو 0.1 مايكرومتر، يعني تعتبر هذه وحدات أي لا يرى بالعين مجردة. هذا بالنسبة لشكل الفيروس. كيف يتكاثر هذا الفيروس؟ لدينا هذه خلية إنسان، عندما يتم دخول الفيروس للجسم يوجد في خلايا الجسم مستقبلات تسمى بمستقبلات الايس 2 أو الانجيوتونسين كونفرتينج انزيم 2. هذه المستقبلات لديها توافق في شكلها مع شكل الاس او السبايك بروتين وهو الشكل الذي ذكرته سابقا سبايك بروتين اس. لذلك عندما يكون فيه توافق يعني بين المستقبل الموجود في خلية الإنسان والبروتين سبايك الموجود في الفيروس، هذا يعني أنه يمكن لهذا الفيروس أن يدخل إلى داخل الخلية. عندما يدخل الفيروس داخل الخلية ماذا يحدث؟ يقوم بإفراغ مادته الوراثية والتي هي الـ RNA إلى داخل هيولى الخلية، هذه كلها هيولى الخلية وهذا هو النواة نيكليوس. عندما يتم إفراغ الـ RNA أو المادة الوراثية إلى داخل الخلية يتم ترجمتها، هذا الـ RNA أو المادة الوراثية يتم ترجمتها عن طريق الريبوزومات إلى بروتينات الفيروس مثل ما تلاحظون هنا. لدينا البروتين S، لدينا البروتين E، بروتين M، بروتين N إلى آخره، ويتم يعني تكاثر الـ RNA ويستنسخ منه عدة نسخ، وبالتالي كل هذه البروتينات مع الـ RNA الذي تم يعني استنساخه داخل الهيولى يتم يعني دمجه مرة أخرى داخل الريتيكولوم اندوبلازميك عبارة عن عضية داخل هيول الخلية، يتم جمعها مرة أخرى ثم يتم نضج
هذا الفيروس ويأخذ شكله الفيروسي داخل جهاز جولجي ثم يطرح إلى الخارج، ويكون لدينا فيروس جديد بنفس المواصفات وتم إنتاجه من خلية جسم الإنسان. وبهذا يتم تكاثر الفيروس ويؤدي إلى يعني الأعراض المختلفة. هذا بالنسبة لتكاثر الفيروس. بالطبع هذا شكل آخر للفيروس مثل ما ذكرت. أهم شيء هو السبايك بروتين، جليكوبروتين اس، الموجود في غشاء الخلية، لأنه هو الذي يسمح لهذا الفيروس لدخوله إلى خلية الإنسان عن طريق الريسبتور أو المستقبل ايس 2. بعد أن رأينا كيفية أو شكل الفيروس التاجي وكيف يتكاثر داخل خلية الإنسان، هذا ملف آخر يشرح يعني هذه الأمور بطريقة يعني جميلة، منشور في مجلة نيتشر، The Race for Coronavirus Vaccines. مثل ما تلاحظون هنا أنه هذا هو شكل الفيروس التاجي مثل ما ذكرنا سابقا، الذي يحتوي على سبايك بروتين والأم بروتين والآر إن إيه. يتم دخوله إلى الخلية عن طريق الريسبتور ايس 2، ثم يقوم بإفراغ المادة الوراثية وبالتالي إنتاج بروتينات جديدة ثم تطرح إلى الخارج. بعد أن يطرح هذا الفيروس إلى الخارج أو إلى خارج الخلية، ماذا يحدث؟ وهو كيف يتم الاستجابة المناعية ضده؟ كيف يستجيب الجسم مناعيا ضد هذا الفيروس؟ أول شيء، عندما يخرج أو تخرج هذه الفيروسات من خلية الإنسان إلى خارجها، مباشرة تستقبلها خلايا تسمى بال Antigen Presenting Cells أو الـ APC، أو ممكن تعتبر عبارة عن بالعات، خلايا بالعة تقوم ببلع الفيروس التي تعتبره جسم غريب عن الجسم، وبالتالي تقوم بتفكيكه داخل هيولاها، ثم تعرض بروتينات هذا الفيروس في الغشاء الهيولي لهذه الخلية مثل ما تلاحظون هنا. وبالتالي عندما تعرضه، لمن تعرض هذه البروتينات؟ من بين ما تعرض البروتين اس الذي ذكرناه سابقا. لماذا هو مهم في هذا الفيروس؟ لأن هذه الخلايا ستعرض في غشائها الهيولي هذه البروتينات. لمن تعرضها؟ تعرضها للخلايا المناعية الجسمية. وأول خلية يعني سوف يعني تلاحظ هذا هي تي هالبرسل، أو الخلايا اللمفاوية التائية المساعدة تسمى هكذا. هذه الخلايا دورها هي التي تدير الاستجابة المناعية. كيف ذلك؟ عندما تتعرف على هذا الجسم الغريب المعرض من طرف الخلية البالعة، تقوم بدورها بتحفيز نوعين من الخلايا. هاتين الخليتين مسؤولتين عن نوعين من الاستجابات المناعية. الخلية الأولى هي اللمفاوية بي أو اللمفاوية البائية. هذه الخلية لما تحفز من طرف هذه الخلية هالبر، تقوم أو يحدث لها تمايز وتتحول إلى بلازموسيت، ثم هذه الخلية تنتج لنا الأجسام المضادة مثل ما تلاحظون هنا بالشكل الأزرق. هذه الأشكال أو الأجسام المضادة دورها أنها تقوم بال يعني الارتباط مع هذا الفيروس الموجود في دم الإنسان، سوف تقوم أو في الخلايا بالطبع سوف تقوم بالارتباط به ولا تدعه يتكاثر أو يدخل إلى خلايا أخرى، وبالتالي تأخذه إلى الخلايا البالعة لكي تبلع كل هذا يعني الكومبلكس المركب المكون من الفيروس والأجسام المضادة. إذا هذه الأجسام المضادة التي تم إنتاجها هي يعني أجسام مضادة ضد هذا البروتين، وهو البروتين اس الذي تم إنتاج هذه الخلايا لكي يعني تقوم بمهاجمة هذا الفيروس. النوع الثاني من الخلية الذي يحفز من طرف التي هالبر هو سايتوتوكسيك تي سيلز، أو اللمفاوية التائية السامة أيضا تسمى بهذا الشكل أو بهذا الاسم.
هذه الخلية السامة ماذا تفعل؟ تذهب وتبحث عن الخلايا التي يعني يتواجد الفيروس داخلها وتقوم بمهاجمتها وتقتلها عن طريق إنتاج بروتينات سامة تسمى بالبيرفورين. هذه البروتينات تقوم بإحداث ثقوب في هيول الخلية، وبالتالي يحدث ظاهرة الحلول وتخرج مكونات هذه الخلية إلى الخارج وتموت كما تلاحظون في هذا الشكل. إذن لدينا نوعين من المناعات هنا، لدينا مناعة خلطية عن طريق الخلية البائية أو البلازموسيت يتم فيها إنتاج أجسام مضادة، ولدينا النوع الثاني وهي المناعة الخلوية والتي يتم فيها مهاجمة الخلية اللمفاوية السامة للخلايا المريضة مثل هذه الخلية مثلا. بعد ذلك هاتين الخليتين تكون لنا خلايا ذاكرة ميموري سيلز. هذه الخلايا يكون لديها ذاكرة ضد هذا الفيروس، وهو أهم شيء أنه يكون جسم الإنسان يحتوي على خلايا ذاكرة ضد هذا الفيروس. لماذا؟ لأنه عندما يدخل مرة ثانية للجسم يتم مهاجمته مباشرة من طرف هذه الخلايا، لأنها تكون مستعدة لمهاجمة هذا الفيروس من بداية دخوله إلى الجسم، ولا تنتظر إلى أن يتم تعرف أولا أو يتم دخوله إلى الخلية ويتم إنتاجه بكمية كبيرة ثم يخرج إلى خارج الخلية ويتم بلعمته من طرف الخلايا العارضة للأنتيجين، ثم يتم التعرف على هذه البروتينات عن طريق يعني الخلايا التائية المساعدة، ثم يتم تحفيز الخلايا البائية والخلايا التائية. هذا كله يأخذ وقت. عندما يكون خلايا ذاكرة، لدينا خلايا ذاكرة ضد هذا الفيروس وبروتيناته، الجسم إن شاء الله يكون مستعد لمهاجمة هذا الفيروس في حال دخوله مرة ثانية للجسم. وهذا أهم شيء في المناعة الطبيعية يعني في الجسم. الآن نذهب مباشرة إلى اللقاحات، أو يعني ما هي الاستراتيجيات المتبعة يعني مهاجمة هذا الفيروس أو لتكوين مناعة ضد هذا الفيروس من طرف الجسم. بالطبع الهدف من هذه اللقاحات كلها ما هو؟ أهم هدف هو أنه نعرف الجسم بالبروتينات الفيروسية بحيث يكون لديه استجابة مناعية ضده ويكون ذاكرة ضد هذه البروتينات. لماذا؟ لكي عندما يدخل الفيروس الحقيقي للجسم يكون لدى جهازنا المناعي ذاكرة ضده وضد بروتيناته. يعني هذا هو أهم هدف من اللقاحات. لدينا عدة أنواع من اللقاحات، وكل شركة تتبنى نوع من معين من هذه اللقاحات. لدينا اللقاح الذي يعتمد على الفيروس المثبط، فيروس حقيقي مثبط inactivated or weakened، يعني نأخذ فيروس نقوم بتثبيته أو بتثبيت مادته الوراثية بحيث يصبح غير ممرض، ولكن دائما يبقى شكله الخارجي وتبقى بروتيناته موجودة لكي يتعرف الجهاز المناعي عليها. لدينا النوع الثاني وهو الفيرال فيكتور، والذي يتم الاعتماد فيه على فيروسات ضعيفة، وهي غالبا ما تكون الفيروسات التي تصيب الإنسان بالإنفلونزا. عادة هذه الفيروسات تكون ضعيفة، نقوم بحقنها بالمادة الوراثية المسؤولة عن إنتاج البروتين أس مثلا، نحقنها إلى داخل الفيروس ونحقن الفيروس المثبط إلى داخل الجسم، وبالتالي يتم استجابة مناعية ضد هذه البروتينات. لدينا نوع آخر واللي هو النيكليوك أسيد بيزد فاكسينز، اللي يعني يعتمد هذا اللقاح على المادة الوراثية لهذا الفيروس. يعني نقدم للجسم المادة الوراثية المسؤولة عن إنتاج سبايك بروتين، أي في هذه الحالة الجسم هو الذي ينتج المادة الوراثية.
أو هو الذي ينتج عفوا البروتيين S الذي أو المسؤول عن الاستجابة المناعية. لدينا النوع الرابع الذي يعتمد على البروتيين Protein Based Vaccines، وهذا يتم فيه حقن البروتين S مباشرة للجسم. مثل ما تلاحظون هنا يتم إنتاج هذه البروتينات في المخابر، ويتم يعني تلقيح الإنسان بها لكي يتم استجابة مناعية ضد هذه البروتينات وتكوين ذاكرة ضدها لكي يكون الجهاز المناعي مستعد يعني مهاجمة الفيروس في حال دخوله للجسم. هذه الأربع لقاحات الموجودة حاليا سوف نقوم بتفصيلها وشرحها كل واحدة على حدة. بالطبع هذا الدياجرام يعطي لنا كمية أو عدد اللقاحات يعني التي في طريق التطوير لكل نوع من اللقاح. لدينا مثلا اللقاحات التي تعتمد على الفيروسات حوالي 5 لقاحات موجودة يعني في طور يعني تطور يعني ليتم إنتاجها. لدينا مثلا الفيرال فيكتور حوالي تقريبا 25 أو أكثر يعني شركة تقوم بإنتاج لقاحات من هذا النوع. نيكليوك أسيد آر إن إم ولا دي إن إي حوالي 20 شركة تقوم بإنتاج لقاحات من هذا النوع، ولدينا تقريبا أكثر من 30 شركة تقوم بإنتاج لقاحات من نوع البروتين بيزد فاكسينز. نذهب مباشرة إلى يعني نفصل أكثر في كل استراتيجية من استراتيجيات إنتاج اللقاح. لدينا النوع الأول من أنواع اللقاحات اللي تعتمد على الفيروس، يعني الفيروس الحقيقي. يتم فيها الاعتماد على السارس كوفي 2 لإنتاج اللقاح. لدينا أمثلة أخرى من اللقاحات من هذا النوع، وهي اللقاحات ضد الحصبة وشلل الأطفال، حيث يتم فيها الاعتماد على الفيروس الحقيقي في اللقاح، بحيث هذه الطريقة يعني تتطلب درجات عالية من الأمان، لأنه يتم فيها يعني التعامل مع فيروس حقيقي ممرض. يتم فيه تكاثر هذا الفيروس بكمية كبيرة جدا، ثم يتم تثبيطه بعدة أنواع أو أنواع مختلفة وليصبح غير ممرض ويتم تلقيح الإنسان به. لدينا نوعين، لدينا weakened virus أو inactivated virus. الفرق بينهم أنه في weakened virus بعد تكاثر هذا الفيروس بكميات هائلة يتم تثبيطه وإحداث طفرات في يعني مادته الوراثية ليصبح غير فعال وبالتالي يعني غير ممرض، ثم يحقن للجسم ويعتبر يعني فيروس حقيقي يحتوي على شكله الأساسي والبروتينات الموجودة حوله كلها، إلا أنه في مادته الوراثية حدثت طفرة وبالتالي أصبح غير ممرض. النوع الثاني أو الـ inactivated virus الذي يعتمد على الـ يعني إحداث تثبيط يعني لهذا الفيروس عن طريق المواد الكيميائية مثل الفورمالديهايد أو الهيتينج أو يعني التسخين يعني إلى درجات عالية إلى أن يصبح غير فعال وغير ممرض، ثم يتم يعني حقنه للجسم ليتم إنتاج مناعة ضد هذا الفيروس الحقيقي إلا أنه أصبح غير ممرض. هذا النوع الأول. النوع الثاني من اللقاح اللي يعتمد على النيوكليك أسيد فاكسينز أو يعتمد على الدي إن إي أو الآر إن إي، بحيث يتم فيه يعني تقديم الـ RNA الفيروسي لجسم الإنسان. كيف ذلك؟ يتم إنتاج الـ RNA المسؤول عن البروتين S مثل ما ذكرنا هنا، لأنه البروتين S هو أهم شيء الذي نريد أن يتم الجسم إنتاج مناعة ضده. نبحث عن المادة الوراثية ضد هذا البروتين S، ننزعها من الـ RNA الكلي
ثم نقوم بإنتاج كميات كبيرة من هذا الRNA ثم نحقنها لجسم الإنسان. بعد ذلك كيف يعمل أو كيف يقوم جسم الإنسان؟ بالطبع هذا الRNA يعتبر حساس جدا ويمكن أن يحدث له طفرة في أي وقت، لذلك نقوم ب يعني حمايته بغلاف غيولي عبارة عن ليبيد نانو بارتيكلز، بحيث يتم يعني حقنه داخل هذا الغلاف إلى داخل الخلية، وبالتالي هذا الار ان ام يتم دمجه أو دخوله إلى الخلية، خلية الجسم أو الهيولة. هذا الار ان ام يتم ترجمته إلى بروتينات سبايك بروتين، وبالتالي هذه الخلية تقوم بعرضه على غشائه الهيولي للخلايا البالعة لكي تبلعه. يعني نفس الطريقة اللي تحدثنا عنها سابقا في المناعة الطبيعية. أما الشكل الثاني وهو الـ DNA based vaccines، بحيث نقدم الـ DNA يعني الـ double helix ولا يعني الخيطين الأبيان اللي يتم حقنهم. بالطبع هذين الخيطين مسؤولين دائما على البروتين سبايك إلى داخل الجسم، ولكن هذا الـ DNA يدخل إلى داخل النواة. بالطبع نقوم بواسطة إلكتروبوريشن، نقوم بإحداث ثقوب في الخلية لكي يتم دخول الـ DNA إلى داخل الخلية، ثم يدخل إلى داخل النواة ولكن لا يندمج مع DNA النواة الأصلية أو الجسم، لأنه يكون يعني engineered ولا يعني يكون معمول بطريقة أنه لا يندمج في الـ DNA الآخر. ثم يتم استنساخ الجزء المسؤول عن البروتين S سبايك إلى RNA، ثم الـ RNA مسج يخرج إلى داخل يعني من النواة إلى داخل الهيولة، وبالتالي يترجم إلى بروتينات S. يعني النتيجة في الأخير هي إنتاج بروتينات S من طرف خلية الجسم، ثم يتم عرضها للخلايا البالعة الأخرى ليتم استجابة مناعية ضد هذا البروتين S مثل ما ذكرنا سابقا. هذا بالنسبة للنيكليوك أسيد فاكسينز. بالطبع هذا الـ RNA vaccine هو الطريقة التي اعتمدته شركة فايزر بايونتك وشركة موديرنا، ويوجد شركات أخرى يعني كثيرة، حوالي 20 يعني شركة تقوم بإنتاج لقاحات من هذا النوع. ويوجد DNA vaccine اللي إلى الآن يعني لا يوجد يعني لقاح يعني مرخص ليتم إنتاجه أو ليتم اللقاح به في الجسم إلى الآن. أما النوع الثالث من اللقاح يعتمد على الفيكتور أو يعتمد على فيروس يعتبر ضعيف ويصيب الإنسان يعني بأمراض مختلفة مثل الإنفلونزا، مثل البرونشيس، مثل أمراض مختلفة. نقوم بتعديله أو يتم تعديل هذا الفيروس وإضافة المادة الوراثية المسؤولة عن إنتاج السبايك بروتين للكورونا فيروس، ثم نقوم بحقنه لجسم الإنسان. هذا النوع الأول Replicating Viral Vector، يتم فيه أخذ مثلا فيروس الحصبة ويتم تعديله. غالبا هذا يعني الفيروس يتم تكاثره داخل الخلية، وبالتالي إنتاج يعني كميات من هذا الفيروس، ويتم عرضه على خلية أو هيولة أو الغشاء الهيولي للخلية، وبالتالي يتم استجابة مناعية ضد البروتينات الفيروسية التي تم إنتاجها وهي السبايك بروتين. النوع الثاني اللي هو نون ريبليكيتنج فيرال، وهي الأدينو فيروس كمثال، بحيث هذه الفيروسات لا يتم تكاثرها داخل الجسم. ما يتم حقنه يكون بنفس الكمية، وبالتالي يتم نفس الشيء بنفس الشكل. الفيروس الأدينو فيروس اللي يعني دائما تقريبا تصيب الإنسان بالإنفلونزا إلى آخره من الأمراض المختلفة، يتم تعديلها وتخفيفها وإضافة الـ RNA المسؤول عن البروتين S سبايك إلى داخل الفيروس، ثم يتم حقنه لداخل جسم الإنسان. وبالتالي الجسم يتعرف على هذين الفيروسين،
ثم الخلية تقوم ببلع هذين الفيروسين وتفكيكهم وعرض البروتينات الفيروسية. من بين هذه البروتينات سبايك بروتين الذي حقنا مادته الوراثية في هذا الفيروس، يتم عرضها على غشائها الهيولي للخلايا المناعية immune response. أما النوع الرابع اللي يعتمد على البروتين بيزد فاكسينز، اللي يتم فيه تقديم البروتين مباشرة للجسم، بروتين المسؤول عن الاستجابة المناعية اللي هو سبايك بروتين. هذه يعني مثل ما تحدثنا من البداية كامل يعني التارجيتينج ولا يعني كل اللقاحات أو أغلبها تعتمد أو نتيجتها في الأخير هو تقديم السبايك بروتين للجسم لكي يحفزه ولكي تنتج مناعة ضده. هذا هو يعني أهم شيء. لدينا جزء شيء آخر اللي هو الفيروس لايك بارتيكلز، اللي يعتبر فيروس الكوفيد منزوع المادة الوراثية، وبالتالي يبقى أو تبقى البروتينات المحيطة في غشائه ثم يتم حقنه. طبعا هذا يتم يعني بتكاثر الفيروس في المخبر بكميات هائلة، ثم ينزع منها يعني المادة الوراثية ثم يحقن للجسم، وبالتالي الجسم سيتعرف على البروتينات المحيطة به ومن بينها البروتين سبايك مثل هاتين الطريقتين، ثم يتم يعني تفكيكها وعرض هذه البروتينات الفيروسية على سطحها، وبالتالي تأتي الخلايا المناعية مثل ما ذكرت سابقا وتتعرف على هذه البروتينات وتحفز الخلايا المناعية الأخرى على إنتاج استجابتين مناعيتين، أولهما خلطية بإنتاج الأجسام المضادة وثانيها ب الخلوية بإنتاج الخلايا اللمفاوية السامة لتتم لكي تهاجم الخلايا المريضة بهذا الفيروس. بعد أن رأينا في الملف السابق الاستراتيجيات المتبعة في إنتاج اللقاحات المختلفة، في هذا السلايد سوف يعني نقوم بتقديم ما هي خصائص اللقاح المثالي. كيف يمتاز؟ يمتاز بأنه safe and effective، آمن للإنسان وفعال، يعني يقوم باستجابة مناعية أو يعني استثارة استجابة مناعية ضد هذا الفيروس، أنه يكون فعال لمدة أطول على الأقل لمدة فصل، وأنه يكون يعني فعال من الجرعة الأولى. كل ما كان عدد الجرعات أقل كل ما كان أفضل للقاح، وأنه يكون سهل التخزين وسهل يعني نقله وسهل يعني إعطائه وتقديمه يعني للناس، ولا يتطلب يعني ممكن درجة حرارة منخفضة ويعني أشياء من هذا القبيل، وأنه يمكن أن يتم إنتاجه بكميات كبيرة وفي أسرع وقت، لأنه خاصة في ظروف الجائحة يكون فيه طلب كبير جدا لهذه اللقاحات لكي تصل إلى معظم الناس في العالم. وبالتالي كل ما كان اللقاح يعني سهل الإنتاج وفي أسرع وقت كل ما كان أفضل لهذا اللقاح. وفي الأخير وصلنا إلى نهاية الفيديو، أتمنى أنكم استفدتم من هذه المعلومات. قدمنا أولا شكل الفيروس التاجي وما هي البروتينات التي يحتويها وما هو نوعه وكيف يتكاثر داخل خلية جسم الإنسان وإنتاج فيروسات جديدة داخل الخلية، وكيف يستجيب الجسم مناعيا ضد هذا الفيروس من خلال المناعة الخلوية والمناعة الخلطية، وذكرنا أيضا الأنواع الأساسية لإنتاج اللقاحات في العالم. لدينا على الأقل 4 أنواع، لدينا اللقاحات التي تعتمد على الفيروس الحقيقي ويتم إضعافه،
ولدينا نوع آخر يتم الاعتماد فيه على الأدينوفيروس أو الفيكتور فيروس، وهي اعتماد على فيروسات أخرى ضعيفة ويتم تعديلها وإضافة المادة الوراثية إليها وتقديمها كلقاح للإنسان. ولدينا لقاحات أخرى تعتمد على النيوكليك أسيد أو الأديان أو الأر إن إم، والتي هي المادة الوراثية ويتم حقنها مباشرة، ونترك الجسم هو الذي ينتج البروتينات الفيروسية وبالتالي إحداث استجابة مناعية ضدها. ولدينا نوع آخر يعتمد على تقديم البروتينات الفيروسية للجسم مباشرة وبالتالي يتم استجابة مناعية ضدها. إذا كان فيه أي تساؤل حول هذا ممكن أن تكتبه في التعليقات وسأجيب عليه إن شاء الله. يوجد فيديوهات أخرى إن شاء الله سنشرح فيها بالتفصيل عن كل نوع من هذه الأنواع من اللقاحات الموجودة في السوق، ما هي يعني الدراسات التي اعتمدت عليها، وما هي المراحل التجريبية المختلفة، ويعني الآثار الجانبية يعني المحتملة حول كل لقاح على حدة. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.